أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة محفزة وداعمة لقطاع الأعمال، عززت من مكانتها كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وكبرى العلامات التجارية، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى افتتاح سموه بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين الفرع الجديد لمتجر رولكس من سلسلة متاجر رولكس للساعات الفاخرة لشركة مودرن آرت ستوديو بمجمع مراسي غاليريا، حيث أشار سموه إلى أن هذا الافتتاح يعكس الجاذبية التي تتمتع بها السوق البحريني ويشكل قيمة إضافية للسوق، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد محركات الرئيسية لعجلة التنمية الاقتصادية، وإيمانا بالدور الذي يطلع به القطاع في استقطاب العلامات التجارية العالمية من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم مساعي المملكة الرامية لتنويع القاعدة الاقتصادية تماشيا مع رؤية البحرين 2030. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بتنمية القطاع التجاري ورفده بكافة المقومات التي من شأنها تعزيز تقدمه عبر تبني وتنفيذ العديد من البرامج والخطط، بما يسهم في تحقيق النماء المنشود، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة القائمين على افتتاح الفرع الجديد لمتجر رولكس، ومتمنيا للجميع مواصلة التوفيق والنجاح.